تستعد مدينة ميونخ الألمانية لبدء أعمال الدورة 55 من مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية. المؤتمر الذي يترأسه السياسي الألماني السابق وولفغانغ إشنيجر يعد التجمع الأكبر لمسؤولي العالم لمناقشة قضايا السلم والأمن الدولية. وأكد رئيس المنتدى أن الدورة الحالية لعام 2019 هي الأكبر والأهم منذ إنشائه عام 63، حيث تشمل الدورة 55 من مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية 100 فعالية مختلفة بمشاركة 700 مسؤول يمثلون 70 دولة، منهم 35 رئيسا و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع. وتعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تغيبت عن الحضور العام الماضي، وبحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ورؤساء كل من مصر، أفغانستان، أوكرانيا ورواندا. ومن المنتظر أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية في سابقة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن تحدث رئيس غير أوروبي في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ. ويستعرض السيسي خلال كلمته جهود مصر ورؤيتها في إطار مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي للعام الجاري. ويولي مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام أهمية خاصة لملفات أمن الإنترنت وأمن الطاقة، كما يخصص جلسة لمناقشة التهديدات الإرهابية التي تواجه أوروبا.